السلام عليكم الخوت، كي داير؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا مزيانين ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي نهار جديد. المهم الخوت، غنمشيو مع هدايا باش نشريو لها اللوازم ديال الدراسه. الكتوبه عطاوهم ليها، ياك عطاوهم الكتوبه. المهم نبيله مشات عند ماماها، عندهم شي حضور ثمانية، عندهم شي كما كيقولوا واحد العرس غتمشي تحضروا. ايوا مبروكه نبيله. غنمشي معنا، غنمشي انا وهدايا، تمشي نجيب الملابس ونجيبو الكتوبه. ها لا الكتوبه عندك، شنو باقي خصها؟ باقي بلا نشوف شنو عندها. المهم شنو باقي خصها؟ غير مفيد في العربيه وممتاز في المهم خصها واحد جوج كتوبه صافي. اما الطبقي ديال الكتوبه عرطاهم ليا في المدرسه. عندي جوج ثلاثه مسطرات. المهم دابا لا باقي خصنا نمشيو لماما على الورقه. صافي ها الورقه كاينه، يلا يلا هدايا. قلت لنا بي بغيت نقول هدايا، قلت نبيله. يلا الخوت انتم معنا. المهم الخوت حنا رجعنا لكم من دابا باش غنشاركوا معكم الادوات ديال هدايا. المهم غير سمحوا لنا الخوت ما صورناش معكم، كان واحد الزحام والناس ما قدرناش نصوروا في وسطهم، غير سمحوا لنا. ولكن غادي دابا نوريكم ونصوروا معكم شنو هدايا شرات. ياك هدايا ها باش غنبداو دابا بالكسوه ولا بالكتوبه؟ غنبداو بالكسوه. يلا تمشي جيب كسوه. المهم غنمشي جيب كسوه والمريطه ديالها هي فيها. المهم المريطه ما شريتهاش، كانت باقا ديال العام اللي فات، باقا مزيانه باقا نقيه. ضربنا لها غير واحد الصبينه وغادي نرجعو معاها. يلا زيد. المهم دابا اول حاجه الخوت جبت قميجه تيعجبني. القميجه الخوت القميجه فيها تيك هذوك زوينين وفيها رقم 8. رقم 6 هي ضعيفه شويه، فهمتي؟ يعني انا ضعيفه شويه ما كاينش مشكله، باقا كتجي قدي واخا يعني تمسني واخا باقا كتجي قدي. يلا لبس 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 باش نضيعش الوقت وباش الفيديو ما يجيش طويل. المهم الخوت غنعاوني في التلباس باش صافي لبسات. فين الكرافطه؟ هذه هي كرافطه. زعما كسوة هي لباس مدرسي، زوينة زوينة الخوت والله. ماشي هكا دي مشا ليا الخوت، مشا ليا هاك هاك هاك. فهمتي أنا غنلبسها ونبينها ليكم مزيان. مكنبغيش نسد هادي باش فهمتي كتخنقها. خليها هاك هاكا صافي. عندو صدافة، عندو صدافة، عندو جوج ديالات. ماشي مشكل ها خليد ما نجاش. ها دابا الخوت بلاتي 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 دابا الخوت كيف تجيبكم دابا؟ لا لا خاصنا شوف 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 هاد الصمطه هادو خاصنا نقص منه، نقصوا منه ان شاء الله. غنقصوا منه طويل الصمطه. المهم هادي غنقصوا منه، غنقصوا من منها. دور 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 بلاتي شوف شوف المهم غنقصوها من هنا. لا 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 صافي صافي. المهم الخياط هو اللي غيعطينا الحل. صافي من بعد ندير واحد الخياط دابا دوزي بها غدا، فهمتي؟ تمشي بها المدرسة ومن بعد ديباني بها، من بعد تمشي واحد الخياط ونقادوها. صافي صايبي صايبي بعدا صايبي حوايجك. يلا المهم باش نقول لهم كي جاتك واعرة جات جات تبارك الله، جات كيوتة 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 هي هدايا كيوتة. صافي هانا وغدا غادي تشوف معنا حساب
المهم دابا غنبينو لهم ثاني دابا باش نشاركو معاهم نشاركو معاهم الكتوبه يلا قادي حويجي يلا صافي حيدي هذيك يلا المهم انا غادي نشارك معاها المهم حنا غنشاركو معاها ما تديوش عليا انا دابا غادي نشاركو معاكم الكتوبه ها هما يلا دابا انا جبت الكتوبه اول حاجه خوت غنبان معكم في الميل الميل فات يلا هذا الكرتون وهذا ديال ميكا ديال بلاستيك يلا زيد صافي حيد هذوك هادو ديال الامتحانات كيجمعوا الاوراق في الاخر ديال الدوره وكيجمعوهم باش كيجيبوهم للدار هيا كتبوا دابا كتبوا ديال التيرس مرو فين اول حاجه نبدا معكم تربيه هذا النشاط العلمي اول حاجه نبدا القران والولد تربيه اسلاميه القران ضروري نبدا هو الاول وانا كيعجبني القران نبدا الاول يلا اول حاجه مزيد صافي لا صافي نشاركوا معهم صافي هما كيعرفوا دابا يلا عندي تربيه اشكاليه لا النشاط العلمي النشاط العلمي راهي هاي النشاط العلمي الثالث يلا عيب عن القراءة يلا اللغة العربية مفيد عن القراءة ليكتيغ عني قراءة ديال الفرنسية هاي أستاذة ديالي في ليا عني الرياضيات حيت كندير مربع كنديرها وعني أول حاجة هي الطبيعة الفنية كنرسم فيها داكشي ودابا باش غنشاركو معاهم الأدوات ولكن دابا مشكلة دابا نتيا ما كتخليش الأدوات دابا ديما خصك تحافظي على الأدوات ديالك ونحافظ عليهم هذا عندي صافي هذا ديال الممساحة طباشير هاهو كندعكش بالطباشير كنمسح لا خرجهم باش نشوف أرانا جبد هنا نزلي عندي اللصاق ساب اللصاق في الورق عندي قلم الرصاص زيد كنكتب فيه رياضيات صافي عندي كتكتب فيه وكترسم به ممساحة نمسح بها قلم الرصاص ستيلو مسطرة عندي مسطرة أخرى لا هذه قديمة هذيك وريها لي تجحل قديمة أنا حتى زوينة تسيبتها شو من عضتها شو من كلاتها هذه وقيلا هي ريحانة هي اللي عضت منها ياك كتعض فيها يلا أو مسطرة مريكم تتم هذه مسطرة فهمتك خدمت فيها مثلث وفيها نص دائرة وفيها مسطرة طويلة علاش في الرياضيات كنحتاج بزاف حيت كنبدا كنسطر فيها وكنبدا كنعمل تكشي مربع ونقولكم حاجه ملونات عاديين ديال لا هادو كانوا عندها وريهم الجدادين شوف الخوت شوف دابا انا شريت دابا هادو شريناهم مع الادوات ياك ونسيت ما نزيد كنسعبو ما عطاتناش هذاك كنسمعدناش ومن بعد مشيت شريت يا خالد لا هو تجينا الدار عاد فتشنا تكشي تقلبنا عاد لقيناها جوج عندنا اولا خوت هادي غنخبعها وهادي غنتحبط بها لي مجرت هادو بزاف ساعة نعمل هادو وان شاء الله صافي شنو باقي لي المقص مقطع فيه شنو هذاك وعدي أنا شنو هذا؟ بيكار نسيت بيكار ما عندوش غلاقة ديالو شنو غلاقة؟ الغلاقة شنو غلاقة؟ الغلاقة ديالو لا صافي كان في الكرتونة حنا زولنا دابا هي هداية فسخت داكشي قبيلة فهمتيني قبيلة فسخت داكشي صافي خوات تبارك الله صافي المهم وباقا نشريو لها اللي كانت باقا ناقصة شي حاجة غنشريوها ليها يعني الطباشير هو ها هو الطباشير شنو باقي عندك تما تفاطر المهم قادين داكشي قادينها تفاطر شوف السد ديال التفاطر ياك السد ديال التفاطر ديال 48 الوردين
البياض، الحمار، الصفار، الزرق. اوكي هذاك هي ديال الوسخ، هذاك الوسخ. وهذا الخبز كنعمل انت حاجات كندار كتفين كنقطع، هادو اوراق مقطعش، هادو كتقطعهمش، هادو اوراق مزدوجه. هادو ملي كيوصل الامتحان كنعمل امتحان كندار القدر والسعاده كنكتب. شوف الخير خير خير الصبوره، الصبوره لا صبوره كانت عندها العام اللي فات. شنو باقي؟ هذا الخوص حيتاش كنحتاجو وصدقات لي نشرح. انا غادي نشرح اليوم، فهمتي؟ دابا انت ما عارفاش شنو دابا اول مره. هذه مذكره، يعني اي شي تمارين ولا شي حاجه. شوف اي تمارين الفرنسيه ولا الرياضيه كيكتبوهم هنايا. صافي شنو ثاني؟ شنو هذا؟ صافي هذاك شاركنا معاهم. زيد 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 شاركنا. صافي هذا هو نعمل في التفاصيل، انتم عارفين. شوفي شنو هذا؟ هذا ديال الاسم، هذو ورقات اللي كيكتبوا فيهم اسم. ها هما هادشي اللي كاين اخوان. ها تبارك الله. سمحنا بزاف ما شاركناش معكم في الزنقه. سمحها بصح ما شاركناش معهم، خساره. حيت كان الناس بزاف ما خصناش نصوروهم بزاف ضروري. او تي ساعه هذوك ما نقدرش نصوروا، كيدفعوا كيدفعوا. المهم صورنا معاهم دابا، صورنا معاهم شويه. لا دابا هنا حنا صورنا معاهم. المهم لما صورناش معاهم برا صورنا معاهم هنا. ياك صافي. وتي عني اوريكم الحاجه، ها هي الماليطه ديالي. لا الماليطه، شوف هاد الماليطه قرات بها الماليطه، قرات بها التحضيري والثاني واليوم الثالث، حيتاش باقا مزيانه، باقا نقيه، باقا باقا جديده، بقى جديده، بقى مزيانه. شو عندنا فيها؟ هي هذه صافي صافي. يلا لقيت الزنقه. هادشي اللي كاين الخوت، دابا شنو غادي نودعوهم؟ ياك قولكم دابا السلام عليكم، تهلاو في راسكم. السلام عليكم. يلا وجمعه زوينه. ونسيت ما قلتلهمش اعملوا لايك واشتراك، اشتراك في القناه وخليوا التعليق مزيون. اون نايت باي. يلا خوت السلام عليكم، تهلاو في راسكم.